وتطوير الركيز المهني لدى الأفراد حتى بلوغ مستوى الأداء الفعال، وذلك بالإضافة إلى التعريف بالطلب الكتاب التشريعي والقانوني لحماية الحيوانات البرية والمكافحة ومكافحة التجارة الشرعية بهذه الصورة الحيوانية. في هذا المقال يشير بالدور الجبار والبارد الذي تلعبه أو تؤديه مكتب مصاف من الجمال وإدارة الخطر وإدارة الأمن الوطني وكاد البيئة والمي السياسيين في المحافظة على الثروة الحيوانية الصحية ورفع كل المكلفين. في الأخير نقول لكم مرحبا بكم، أهلا وسهلا جميعا بضيوفنا الكرام، ودون إطالة أقوالي أسمينا على إفتاء الرئيس المرشد الإعلامية التحقيقية، وشكرا لكم. أولاً لاستغلال عشوائي المناطق الذهبية خاصة من طرف المولين.
لان ظاهره حرق عشوائي واحفظ ابار بكره كان مشروعا وكذبت نقطه المواشي بدون مراقبه. احنا عندنا مشكله بالجذب بتاع الحفر العشوائي للابار دون رخصه. كل مره الواحد تعلمت عين المشكله هذا وتكون محل المخاطر تسال دائما العداله ودائما يجاوب فيهم المشكله الكبير انهم كما قلنا الجاليه السوريه اللي دائما يلقوها من ورطه قضايا يعني. خامسا المناطق الصحراويه ظاهرة المخلفات البترولية بعد عملية استغلال الآبار وما يجرى عنها في المناطق الصحراوية. ثانيا ظاهرة استغلال غير شرعي للذهب والأحجار النادرة عكر سعر التهوية تمرة. الإطار القانوني لحماية البيئة في الجزائر. إلا فيما يتعارض مع السيادة الوطنية. وهكذا في مجلس الصيف مثلا طبق القانون الفرنسي لسنة 1844 والمعدل سنة 1924 وسنة 1938. كما طبق قانون الغابات الفرنسي لسنة 1827 والذي تم تدعيمه بقوانين خاصة سنة 1874 و 1893. إلا أنه في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر قبل نوعية تقديم الدعم التقني والعلمي عند الضرورة والتحسيس تشارك حملات السياسية. الدور الردعي تتمثل هذه الإجراءات في مهمة الشرطة القضائية معاينة رفع المخالفات المرتكبة ضد البيئة المنصوص عليها قانونا والبحث عن مرتكبيها إعداد محاضر وإرسال نسخ إلى السيد ولي الجمهورية والسيد ولي الولاية والوزارة ورفع المستوى المركز تقديم المخالفين أمام الجهات القضائية البيئة متورط فيها 645 شخص وودع منهم الآن شخصان وهذه القوانين تشمل ما يلي قانون البيئة والإطار في إطار التنمية المستدامة، قانون البيئة، قانون النفايات، قانون الغابات، قانون الصيد، قانون الصحة، قانون التهيئة والتعمير، والعمل والتعمير، قانون العقوبات، قانون حماية المستهلك في معكاش، قانون المناجم، قانون حماية الساحل، قانون التوجيه الفلاحي، قانون التجاري، قانون الضرائب، وقانون النشاطات في البيطرة. على المستوى الجهوي، هذا توزيع تاع المجموعات الإقليمية الوطنية على مستوى القيادة الجهوية الأولى، عندنا 11 مجموعة إقليمية على مستوى الجهوي. تم معاينة 11,346 هذه سنة 2021 11,346 قضية عندها علاقة بالجانب البيئي متورط فيها 11,499 شخص. على مستوى مجموعة الإقليمية الوطنية في سيدي وزو تم معاينة 1002 قضية متعلقة بالبيئة متورط فيها 99 شخص. حوصلت نشاط وحدة الفكر الوطني دائما نشاط فرق الحماية فرق وكالة حماية البيئة أساسا سنة 2021 عدد خدمات المنفذات 743 خدمة حملات احتسية مشارك فيها 112 حملات احتسية تدخلات تقنية بالوسائل التقنية تاع الخلايا والفرق 193 تدخل مشاركة في لجان قطاعية مع مديرية البيئة وعلى المستوى المركزي عندنا 692 الحالة الأولى القضية الأولى هي عند مستوى قضية بشتال التحقيق في قضية اكتشاف ميثانات مهجورة من طرف الشركة الأمريكية بشتال على مستوى قاعدة الحياة في حسين سعود. بعد المعاينة تم اكتشاف مواد خطيرة مشكوك فيها عبارة عن قرارات وحاويات لمواد كيماوية التي تم رفع عينات منها وتعرض لها الأمر في 31 من الميل بعد أن اشتعلت 200 لتر تحتوي على مواد كيماوية. هذه كان مواد كيماوية تم معاينتها في واحد سيت الصحراء كانت مواد شركة أمريكية تستخدم هذا السيت كراح خلاو هذيك النفايات وراها. الواحد هذا تاعنا عينت هذه النفايات عطاها للمتخصصين مع هذا الاعداد الجنائي عند الاجرام وتم النتائج التحليل بينت في مجملها ان المواد ما حدثت عباره عن مواد كيماويه خاصه خطيره على البيئه وعلى الصحه العموميه. هذه عينة المواد هذه الصور تاع المواد اللي هم هنا تم صنيف تاريخيات متعقلية للحص إيداع نفايات خاصة خطرة ورميها وطمرها وغمرها وإمالها في مواقع غير مخصصة لها. اتباعا للمادة 64 من القانون 19-01 المتعلق بالسير والمرافقة ومراقبة وإزالة النفايات. تنحس خاصة النفايات الخاصة الخطيرة مع نفايات أخرى اتباعا للمادة 17 من نص القانون. تنحس عدم إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الاستغلال أو الغرق النهائي لمنشأة اتباعا للمادة 43 من نص القانون. عندنا القضية الثانية مطالبة شبكة الإنترنت تم توقيف 4 أشخاص بصدد التخطيط لبيع تحف من مادة عاج وكذا أنيات عاجية خام لحيوان الفيل والتحف وأنيات عاجية تم جذبها من دولة ساحل العاج. تكييف القضية اتفاقية خاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية مهددة بالانقراض
إدارة المتخلفة بين مساعدة من طرف من المعهد الوطني الذي جنيا بالإسلام، تحديد طبيعة ونوع تغذية الموارد المحجوزة بين من دولة التأثير، تقديم المعايير معلومات حول القضية، شخص من جنسية إماراتية يقوم بالتخطيط عن طريق استعمال وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب وغيره مع شركاء جزائريين وموريتانيين قبل التنقل إلى الجزائر لغرض صيد وتهريب أصناف حيوانات محمية قانون. تكيف قضية جنحة قبض حيازة هناك الحيوانات مهددة بالإحراق تبع المواد رابعة والتسعة وعشرة من الأمر لوسائل المستعملة النقل محجوزات 20 ببغاء غابون بلدي مس إلى مساحة الغابة دائما يجيبوهم من الجنوب من دول الساحل. قضية عليكم طريقة حماية البيئة بعين هذه قضية تكشف عن شخص واحد محجوزات 18 ببغاء غابوني سلمت إلى مساحة الجمال. قضية نفس الوحدة عليها وفرقة حماية البيئة بعين هذه. قضية الثالثة فيها أشخاص متوافقين ثلاث جزائريين وفين أجانب جنسية إماراتية محجوزات أن زوج صقور سلمت إلى مساحة الغابات وعندنا جي بي اس نظارات ميدان زين طيرة رباعية سبع. قضية عملية مترافقة أبحاث جغرافية على مستوى تم على مستوى وحدات القيادة الجهوية الأولى الدرك الوطني بالبوليفيا سنة 2021 وعالجت 89 جنحة فيما جاء صيد عشوائي والتجارة غير الشرعية بالحيوانات البرية. تم من خلالها توقيع 90 شخص ودعا منه شخص واحد كما هو مبين في جزء الأدنى. هذا توزيع تم على مستوى مجموعة إقليمية قيادة جهوية الأولى على مستوى مجموعة إقليمية في سيدي وزو عينا القضية وحدة متعلقة بحيازة حيوانات محمية ومحظور صيدها على مستوى فقط إقليمية الدرك الوطني بتعرفها. فيما يخص دراسة الموجود أو جانب مدارات القضائية في مجال المخالفات البيئية بالنسبة لمفتشي البيئة هم مفتشي محلفين فقط ولكن ليس لهم صفة ضفية قضائية التي تخول لهم بإيداع محاضر المخالفات على مستوى وفي الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اليمنى وذلك تتكلم المادة 101 من قانون 6.10 نطلب يعني من ثالث منكم ومزاني كانت الشرطة مرافقة أعوان الشمال المدنية في هذا الباب وذلك حتى أفرض العزائي أمزرها في هذا الباب. أنا بالنسبة لمختلف المخالفات وهنا المخالفات كان بالجو جو باب حتى يذكر الأرض هي مخالفات تهدد الواقع المستقبلي بالنسبة للأجيال القادمة. نحن على سبيل المثال بالنسبة للتجيز عندنا ممارسة النشاطات المجانية التي هي تؤرق عمل المفتشين لأنهم يستعملوا فقط السند المجاني ليعطيهم فقط صفة مستغل بالنسبة لهذه المحجرة. أما الباب الأهم وهو باب رخص الاستغلال فإن يعني الأولوية على المحاضر المتواجدة على الإقليم والبلاد والوزو لا تحل على هذا الوزو. وبالتالي فهي في حالة ممارسة النشاط في هذا الوقت لا يعاقب عليها القانون 6.13 ولكن بالنسبة لهذا الإشكال يجب تضافر الجهود ما بين القطاعات لعامة الصفر الوقتية القضائية وبالنسبة للتكنولوجيين في ميدان البيئة. نحن في المديرية التسبيح في المخالفات البيئية هي من اختصاص المفتشين البيئة يعني نحن مستعدين باش نكون هذيك الحلقات يعني باتصال مباشر مع الضباط من أجل تخطي هذه الإخلالات. الحمد لله يعني هناك عدة خرجات ميدانية بالذات يعني أنتم أعضاء في اللجنة البيئية لمراقبة المؤسسات المصنفة التي يتأثر السيد الوالي وهي تعتبر من بين آداب للحفاظ على البيئة وبالتالي فإن تواجد